بسم الله الرحمن الرحيم. في المجلس المبطل تقدمت باقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات، وكذلك تقدمت بالتعديل على قانون ذوي الإعاقة بحيث يتم إضافة الأم الكويتية التي ترعى ابن أو بنت من ذوي الإعاقة من غير الكويتيين لأحكام هذا القانون. اليوم أعد تقديم تلك القوانين، وأؤكد أن أي ملاحظات خاصة بتلك القوانين مرحب فيها سواء من الزملاء النواب أو من أصحاب الاختصاص في تلك القضايا، خاصة أنها تمس شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي. من جانب آخر أيضا تقدمت اليوم بتعديلات على قوانين إعلامية، وهي قانون المطبوعات والنشر، قانون المرئي والمسموع، وكذلك قانون تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية. التعديلات اللي تقدمت فيها ترتكز على جزئية واحدة، وهي جملة موجودة في القوانين الثلاثة تنص على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. التعديلات كانت إلغاء تلك الجملة. هذا النص اللي موجود في هذه القوانين دائما يوجه القضاة لما ينظرون دعوة خاصة بتلك المواضيع للبحث عن عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، رغم أن القوانين الإعلامية نصت في موادها على عقوبات عند مخالفة أي نص موجود فيها. لذلك قاعدين نشوف قضايا عقوباتها في القوانين الإعلامية عبارة عن غرامات مالية تنتهي للسجن نتيجة بحث القضاة عن عقوبات لتلك المخالفات أشد في قوانين أخرى. هذه الثغرة بالنسبة لي أنا تعتبر ثغرة خطيرة في هذه التشريعات، أدت إلى الحد من الحريات الإعلامية وحريات التعبير للأفراد. القوانين المتعلقة بالإعلام بالنسبة لي يجب أن تكون قوانين منظمة له وبنفس الوقت مطورة له، لكن في المقابل أيضا الحريات الإعلامية سواء اللي تمارسها المؤسسات أو اللي يمارسونها بالأفراد يجب أيضا أن تكون حريات مسؤولة، يجب أن تكون حريات ما تمس كرامات الناس ولا تمس حياتهم الشخصية ولا أيضا تمس معتقداتهم. دور الإعلام يجب أن يكون مساهم في حماية الديمقراطية، مطور للعمل الديمقراطي، مساهم بحماية الحريات، مساهم في الدفاع عن المال العام وملفات الاعتداء على المال العام، ينشر الثقافة والفنون ويدعم وجودهم بالكويت، وكذلك يكون يعمل على إعادة الحريات في الكويت مثل ما كانت إلى موقعها الحقيقي. شكرا جزيلا.